انا ديك الشخصيه اللي تقدر تقول عليها منغلقه على راسها. دوزت 5 سنين الاخره ديالي في الدار الصغيره ومنعزل على العالم الخارجي. بزاف ديال الناس كتجيو من هاد البلاصه ضيقه بزاف، ولكن بالنسبه لي انا كنرتاح فيها. وهاد الدار واخا صغيره ولكن كتعني لي العالم كله، حيت هي ضيقه لدرجه كنعرف كل حاجه كطرا فيها وفي اي وقت، وعلى الاقل كنكون في امان هنايا من العالم الخارجي. ولكن ماشي ديما كندير بحال هكايا. فاش كنت صغير كنت طفل طبيعي بحالي بحال اي واحد اللي عنده عائله. كان عندي الوالد والوالده وخويا الكبير، وكنا عايشين في واحد الدار اللي كبيره شي شويه. ما بقيتش عاقل على والديا مزيان حيت ما كناش كنتواصلوا بزاف، ولكن اللي عارف عليهم اللي هو كانوا كيبغيوني انا وخويا الكبير، ولكن كانوا مشغولين بزاف في الخدمه ديالهم على انهم يدوزوا معنا شي وقيته اللي زوينه. ولكن خويا الكبير كان العكس ديالهم ومازال عاقل عليها مزيان، كان هو الوحيد اللي كيهتم بيا. كنت كناكل الماكله اللي كيوجدها ليا هو اكثر ما كناكل الماكله اللي والديا كانوا كيوجدوها. وبعمري لاحظت عليه شي علامه ديال انه ما حاملش يبقى مقابلني ولا يعشاني بيا هذا الوقت كامل، وهادشي اللي كان كيعجبني فيه. حسيت بيه باللي كيبغيني بصح، ولكن واخا هكاك ما كنتش ديما كنصدعو باش يقابلني، حيت هادي ماشي خدمته، هادي خدمه والديا. اما هو راه كبير وخاصو يعيش حياته، ماشي يبقى مقابلني انايا. وليت واحد الطفل اللي حشومي بزاف ومنغلق على راسي، سواء فاش كنكون في الدار كندخل لبيتي وكنزد عليا، اولا فاش كنكون في المدرسه ما كنهضر مع حتى شي واحد، وغير كتسالي الحصه ديالي كنجي كنجري للبيت ديالي عاوتاني ونسد عليا، وكنخرج غير باش ناكل ونولي نرجع فين كنت عاوتاني. منين كنبدا كنفكر دابا وكنقول ممكن الغلط كان ديالي، كون غير كنت كنخرج نهضر مع والديا اكثر ما كانش غيطرى هادشي كامل اللي غادي يطرى دابا. فواحد الليله غادي يفيقني واحد الصوت مجهد كان حدا الباب ديال البيت ديالي، واللي هو الصوت ديال شي واحد كيحاول يفتح البواني الباب بالجهد وبالعنف. كانت عندي عاده انني نسد بيتي بالساروت فوق ما دخلت ليه، حيت هادشي كان كيخليني نحس بامان اكثر، وكنظن هاد العاده هي اللي قضات الحياه ديالي هاد الليله. نط من بلاصتي وانا مخلوع وكنقرب من الباب شويه بشويه، وكنحاول نعرف شكون من موراه اولا شكون هذا اللي كيحاول يدخل البيت ديالي. المره الاولى كان كيسحب لي بلي هذا غير خويا الكبير وبغى مني شي حاجه، وكيفاش بديت كنسمع الغوات ديال الشخص وهو كيحاول يقتحم البيت ديالي، هنا تجمدت من الخوف، حيت خويا الكبير كان واحد الشخص اللي كالم وما عمرو رفع صوته كاع. الشخص اللي مورا الباب كمل في المحاولات ديالو باش يدخل عليا، وكان قرب يهرس القفل للباب باش يدخل، وانا بقيت غير ساكت ومرعوب في بلاصتي وما عارف شنو ندير. والصوت بدا كيجهد اكثر، غطيت راسي بالملاية وبقيت كنبكي حتى غادي نفقد الوعي ديالي بقوه الخوف. فاش غادي نفيق لغد ليه غادي نلقى راسي في نفس البلاصه اللي نعس فيها، والفراش ديالي فازك بالعرق والدموع، وكنقول مصاب داكشي اللي طرا البارح يكون فقط حلم وصافي. وفعلا لمده 10 ديال الثواني قدرت نقنع راسي بهذه الفكره هذه، ولكن فاش نطت من بلاصتي وهبطت للدار لتحت شفت شي حاجه اللي غادي تبقى تابعاني حياتي كامله. الدم كاين في جميع الارجاء ديال المنزل وعلى الطبالي والفوطويات، وواحد الريحه ديال المعدن قويه وكتوصل حتى للحلق ديالك وكتخنقك، وهذيك هي الريحه ديال الدم البشري فاش كيتخثر. وايضا شفت البوليس دايرين بالدار وملوين واحد الشريط اصفر على ان هذيك البلاصه راها مسرح الجريمه. مازال كنتفكر هذا المنظر كيف ما هو حتى لدابا، وكيفاش كانت نفسيتي مدمره حيت عائلتي كلها تقتلات في ليله واحده. ولكن وانا عندي 18 عام دابا صراحه ما بقيتش عاقل على بزاف الحوايج من ديك الحياه القديمه ديالي. وباش ما نكذبش عليكم، غير بدلت الدار وليت ساكن بوحدي، حتى الوجه ديال والديا نسيت كيفاش كان بقوه العزل اللي كنت عايش فيه. والحاجه الوحيده اللي مازال عاقل عليها شويه واللي هي خويا الكبير، وهذه هي حالتي دابا. عايش بواحد شويه ديال الفلوس من داكشي اللي كندير كفريلانسر واللي هو تقني ديال الحاسوب، ومره مره البوليس كانوا كيعيطوا لي باش يقولوا لي فين وصلوا في التحقيق ديالهم بخصوص شكون اللي قتل العائله ديالي. ولكن ديما كانوا كيقولوا لي مازال ما لقيناش شكون دار هادشي او لا حتى علاش دارها، وحنا مازالين خدامين على القضيه. انا كنبقى كنقول لهم غير صافي، وفاش كتسالى ديك المكالمه كنطفي التليفون وكنرجع للبيسي ديالي بحال وليت بارد وما مهتمش اصلا. ما عرفتش واش حيت مازال مصدوم وخا داز 5 سنين دابا، اولا بصح الشخصيه ديالي ولات دايره بحال هكا. كنظن احنا غادي نكتشفوا دابا. واحد النهار من النهارات المتشابهين اللي وليت كنعيش، غادي نوض في الصباح وغادي نغسل وجهي، ولكن هاد المره طرات واحد الحاجه مختلفه. هاد المره غادي نهز عيني شي شويه وغادي نشوف في المرايا اللي قدامي، والاول مره غادي نشوف شحال انا تعيس وبائس ومثير للشفقه في هاد الحياه. شاب عنده 18 عام كضيع الطاقه ديالو هنايا، ومازال خايف من العالم الخارجي كيف ما كنت وانا صغير. وقلت صافي هادشي خاصو يحبس هنايا. هدرت مع الطبيب النفساني اللي كنت متبع عنده شحال هادي، وشرحت ليه باش كنحس، وقال لي بلي خاصك تبقى تخرج من الدار شويه بشويه وتدريجيا باش تحيد منك هاد الخوف هذا. وقال لي فوق ما كنتي مسالي قولها لي باش نجي لعندك ونخرجوا بجوجنا باش تقدر تغلب على هاد الخوف ديالك. والاول مره في حياتي غادي ندير كثر من داكشي اللي تطلب مني، وما كنتش قادر نصبر انني نتغلب على الخوف تدريجيا، حيت مليت من هاد العيشه اللي عايش سنين هادي، وبغيت ندير شي حاجه من حدي مازال متحمس وعندي الرغبه باش نتبدل. ويل هادي كانت اكبر غلطه غادي نديرها في حياتي، واللي هي بلاصه ما نخرج للعالم الخارجي تدريجيا باش نتغلب على الخوف ديالي، بغيت نواجه بعدا الخوف ديالي من الموت هو الاول. والطريقه الوحيده باش نقدر نحقق هادشي هذا واللي
اللي هو نشوف الموت بعيني. دخلت للدارك ويب استعمال واحد المتصفح اللي سميتو تور، وقبل ما ندخل درت بزاف ديال الحمايه للبيسي ديالي، حيتاش نقدر نكون انسان منغلق على راسي، ولكن راه كنت ذكي في المجال التقني. دخلت للدارك ويب ومشيت نيشان المواقع اللي كيكون فيهم تصاور ديال الناس اللي طراو لهم حوادث مميته. جندي في الحرب برجليه مشتته حيتاش زطم على واحد اللغم في الارض، راجل في الطوموبيل ديالو داير كسيده ومخو خارج من الجمجمه ديالو، والاحشاء ديال كرشو حتى هما خارجين حيتاش تخشى فيه واحد العمود كهربائي. شخص ضرباته واحد الصاعقه وطاح في الارض كيترعد، حتى ولا الجسد ديالو زرق وعينيه تفرقعوا. ما غادي نجي نكمل التصاور حتى غادي نحس بواحد الدوخه خفيفه، حيتاش نسيت ما كنتش كنتنفس وانا كنشوف هادشي، وكنت قاطع النفس وكنقول مزيان ملي ماتوا هاد الناس حيتاش ما يمكنش يعيشوا هكا كاع. كنت كنحاول نسد داك الموقع شحال من مره، واخا كنت مرعوب وكنبكي، ومره مره كنتفكر شي لقطات من داكشي اللي كان طرا داك النهار، ولكن واخا هكاك شي حاجه كانت مخليني نزيد نكمل بحال كنقلب على شي حاجه. بقيت كنبرك وكنحل في التصاور والفيديوهات، وكان عندي واحد الهدف واللي هو ان هاد الحوايج ما خاصهمش يبقاو يخلعوني وخاصهم يوليو يجوني عاديين. شويه غيبان لي واحد الفيديو اللي لفت الانتباه ديالي بالعنوان ديالو، واللي هو فاميلي نايت جون رونغ، او لا امسيه عائليه صارت بشكل خاطئ. بركش عليه وبديت كنتفرج بحالو بحال اي فيديو اخر تفرج فيه في هاد السيت، ولكن في الحقيقه ما غاديش يكون بحال اي فيديو. غادي يبان واحد الراجل ومراه مربوطين على واحد الاريكه كانت مفوسط واحد الدار وعلى فمهم سكوتش، ولكن كتقدر تسمع واحد الصوت اخر كان معاهم، واحد الصوت ديال شي دري كبير ولكن ما باينش في الكاميرا. من بعد غادي يبانوا واحد جوج رجال وغادي يوقفوا مورا داك الراجل والمراه، وبداو كيقيسوهم غير بشويه بحال اللي كيحاولوا يكالميوهم. مورا هادوك جوج اشخاص غادي يجبدوا واحد السيف، والصوت ديال داك الدري الكبير اللي ما كانش باين في الكاميرا بدا كيتسمع الغوات ديالو كثر، ولكن هذا الشيء ما غيوقفش دوك جوج رجال. غادي يجدوا السيف ديالهم وغادي يقتلوا داك الراجل والمراه اللي كانوا مربوطين، ولكن ماشي هذا الشيء اللي غادي يدمرني ويخليني نهار ونبغي نسد الباسي. لا، اللي خلاني مرعوب واللي هو فاش الكاميرا دارت باش تبين داك الشخص الثالث اللي كان معاهم في ديك الغرفه، قدرت نتعرف على داك الوجه. هذاك اللي تماك كان خويا، وهذيك البلاصه كانت هي دارنا، وفي البلاصه الوجه ديال داك الراجل والمراه اللي كانوا في الاول ولاو مألوفين بالنسبه ليا، وقدرت نتعرف عليهم. هادو كانوا والديا، وهادشي اللي كنت كنشوف دابا هو التسجيل ديال شنو كان طرا في الدار في ديك الليله اللي كنت ساد عليا في البيت ديالي، الليله اللي تبدلات فيها حياتي كامله. عيطنيش للبوليس وعطيتهم هاد الفيديو كدليل باش يقدروا يعرفوا شكون دار هادشي، وقالوا لي فعلا هادشي غادي يعاوننا بزاف باش نقدروا نحاولوا نحلوا هاد القضيه اخيرا، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي زوينه اللي قدرت نخرج منها في الدارك ويب. نقدر نكون تغلبت على الخوف ديالي من الموت وحتى على الخوف من العالم الخارجي، ولكن يكون غير البوليس يقدروا يشدوا الشخص اللي مسؤول على المقتل ديال العائله ديالي، ممكن ديك الساعه تقدر تكون عندي الشجاعه انني نخرج لبرا. شتي القصة هادي من بين أكثر القصص اللي صدماتني النهاية ديالو. واو على النهاية صاحبي. تصور معايا تلقى فيديو لعائلتك وهما كيتقتلوا، كيفاش غادي يكون الشعور ديالك؟ أوف. واحد الحاجة بغيت نقولها قبل ما نسالي، واللي هي إلا وصل هاد الفيديو ل 10000 لايك في حدود غدا، كنواعدك غدا نيش بحال هاد الوقيتة غادي تكون قصة أخرى، فبينوا ليا وغادي نبين لكم. قولي كي جاتك هاد القصة هادي بعدا في التعليقات، وأيضا قولي شنو بغيت تشوف في الفيديوهات الجايين. راكم عارفين إني كنقرا التعليقات ديالكم كلهم. خلي واحد لايك واشتراك في القناة، راه فابور تقدر تحيد قم ما بغيتي. كان معكم بلاك ونشوفو فيديو جديد وبيس.